اختراق سبراني ومباغت وغير مسبوق ضرب العمق الإيراني يوم أمس بشكل مفاجئ للغاية. وهذا الهجوم السبراني الذي نتحدث عنه هو جاء على منصة تقوم بعمليات البث المباشر للتلفزيون والقنوات الإيرانية الرسمية. كانت الأمور تبدو بهذا الشكل بالنسبة لهذه المنصة، انقطع البث بهذا الشكل المباشر، وفجأة ظهروا القراصنة بهذا الشكل وهم يرفعون شعارات ضد النظام الإيراني ويتوعدون النظام الإيراني كثيرا. وهذه المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم عدالة علي أكدت بأنها تبحث عن الحرية وغيرها من هذه التفاصيل ضد النظام، بالإضافة إنها طالبت بأن تكون هنالك ثورة من الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني. وهذه القضية طبعا تسببت بإرباك كبير جدا الأوساط الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين لم يتمكنوا من شرح الكثير من التفاصيل، ولكن المنصة أكدت بأن البنى التحتية لها تعرضت إلى مشكلة تمت السيطرة عليها، وبعد ذلك طبعا تمت قرصنتها والسيطرة عليها بهذا الشكل من قبل القراصنة وعرض هذا الفيلم الذي شاهدتمونه. وكذلك كانت هنالك أيضا عملية اختراق، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاختراق بهذا الشكل، بل إن قبل 6 أيام كانت هنالك حالة مماثلة أخرى أيضا لاختراق عدد من القنوات الرسمية الإيرانية من ضمنها القناة الأولى الإيرانية، هذه واحدة من القنوات الإيرانية التي ترونها. فجأة في 10 الثواني الأولى ظهرت مجموعة معارضة ألا وهي مجاهدي خلق بهذا الشكل مع علامة أكس على المرشد الأعلى الإيراني، وبعد ذلك سارت الأمور بهذا الشكل طبعا حتى وصلنا إلى لحظة أنهم قطعوا البث وعادوا إلى البث بهذه الطريقة. وبالتالي أمور مربكة، كيف تصل هذه المجاميع إلى هذه القنوات التلفزيونية ويسيطرون عليها بهذا الشكل؟ المثير بأن هذه المجموعة التي نتحدث عنها ألا وهي مجموعة عدالة علي، هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها، لا أبدا، بل إن العام الماضي وتحديدا في شهر أغسطس كان لديهم هجوم أيضا مؤثر للغاية، هو جاء هجوم إلكتروني جاء على هذا السجن الذي ترونه أمامكم ألا وهو سجن أفن الإيراني شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران. سيطروا وقاموا بتهكير وقرصنة هذا طبعا اللابتوب الذي هو معكوس بهذه الشاشة، نلاحظ هذا هو مركز المراقبة بدأت تتقلب الشاشات شيئا فشيئا التي تستخدم في عملية مراقبة جميع الزنزانات، وكل تفصيل وجزئية موجودة في هذا السجن الذي يتم فيه سجن العديد من السياسيين الموجودين المعارضين للنظام الإيراني. عندما انقلبت الأمور بهذا الشكل بسرعة كبيرة جدا، هذه تعتبر النقطة طبعا بالنسبة إليهم هي المرحلة الأخيرة للقرصنة، بعدما أخذوا كل البيانات وسيطروا عليها أعلنوا عن نفسهم بهذا الشكل في مركز القيادة ومركز الكنترول الخاص بالسجن سجن أفن. وبالتالي كانت هي عملية كبيرة جدا حيث أنهم نشروا العديد من التفاصيل والمقاطع بالنسبة لمجموعة عدالة علي. نفس هذه المجموعة نشروا هذه الصور لعمليات التعذيب، بعض المقاطع للتعذيب للسجناء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني. العملية التي نتحدث عنها من عملية القرصنة للتلفزيون الإيراني خلال أسبوع، نحن نتحدث عن هجومين إلكترونيين بهذه الطريقة، هي تأتي متزامنة مع ذكرى مهمة جدا اليوم تجري في إيران، ألا وهي اليوم الأول من فبراير من عام 1979 من وصول الخميني بهذا الشكل إلى طهران بعد نفيه لمدة 14 عاما أو حتى أكثر من ذلك بالإير فرانس. وصل بهذه الطريقة وبعد 11 يوما انهار النظام الملكي الموجود في إيران، وطبعا الثورة الإيرانية والحكم الإيراني والنظام الإيراني الذي نراه مستمرا حتى يومنا هذا أقيم بهذا الشكل. فلذلك هنالك رمزية من هذا الهجوم الذي نراه، وكذلك هي أيضا تتزامن مع قضية جرت مع أجهزة الطرد المركزية والأمور النووية المتطورة حتى يومنا هذا، هي جاءت طبعا مع قضية مثيرة جدا، هذه هي طهران وعلى هذه المسافة تقريبا تأتي كرج، القضية مرتبطة بمصنع كرج الذي هو يعتبر المصنع الوحيد لصناعة أجهزة الطرد المركزية التي يتم من خلالها تخصيب اليورانيوم من أجل الحصول على مثلا القنبلة النووية أو الحصول على اليورانيوم والاستخدامات السلمية وغيرها من هذه التفاصيل. وبالتالي فإن ما تم مؤخرا هي عملية نقل صناعة أجهزة الطرد المركزية من كرج مباشرة إلى أصفهان، لم يتم تحديد النقطة ولكن هم نقلوا عملية صناعة أجهزة الطرد المركزية إلى مكان أكثر أمانا في أصفهان من كرج. وهذا يوضح أيضا بأن الهجوم الذي تم ضد كرج من قبل الإسرائيليين بطائرة مسيرة العام الماضي ومنتصف العام الماضي تحديدا، واضح جدا بأنه أثر كثيرا
في مصنع كرج، وبالتالي نقلوا هذه الأمور بهذا الاتجاه، ومعنى ذلك بأن أجهزة الطرد المركزية الآن سيتم تصنيعها مباشرة من أصفهان إلى المنشآت النووية الإيرانية. وهذا يوضح بالنسبة للعالم بشكل عام بأن إيران مستمرة في صناعة أجهزة الطرد المركزية، في التحدي وكذلك في رغبتها بأن تبقى قوية في المفاوضات النووية التي دخلت لحظات صعبة جدا. نحن أمام اللحظات الأخيرة من هذه المفاوضات النووية، وبسبب هذا التحرك دفع هذا التحرك العديد من الأطراف بالضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. على سبيل المثال الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي ظهر بهذا الشكل في مجلس الشيوخ وهو يتحدث عن طبيعة المفاوضات النووية وجدوى المفاوضات النووية مع السلوك الإيراني والتقدم الإيراني الكبير، وباختصار شديد جدا هو طالب بالضغط على إدارة بايدن، أو إدارة بايدن عليها أن تضغط بالأحرى على الإيرانيين بشكل أعلى من أجل الحصول والوصول إلى مكاسب حقيقية من هذه المفاوضات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تبدو ضعيفة حتى هذه اللحظة، بل إن حتى السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي، هذا الرجل هو أيضا سيناتور جمهوري موجود في مجلس الشيوخ الأمريكي، كتب رسالة كشف عنها يوم أمس في تويتر. الرسالة مكونة من صفحتين، في الصفحة الثالثة فيها التواقيع طالب إدارة بايدن بفرض عقوبات والضغط على الإيرانيين وتحديدا على الصادرات النفطية الإيرانية، بسبب أن إيران تحقق الكثير من المكاسب، الكثير من ملايين الدولارات دون أي حسيب أو رقيب على الصادرات والتهريب النفطي الذي هو يعتبر محظورا بالنسبة لهم للولايات المتحدة الأمريكية، وهم يطالبون بالضغط أكثر من أجل جعل إيران تخضع في هذه المفاوضات النووية. ولذلك هو وقع مع 7 من زملائه في مجلس الشيوخ الأمريكي مرسلين هذه الرسالة التي شاهدتموها الآن إلى جو بايدن بشكل مباشر، مطالبين بهذا الأمر. الضغط كبير للغاية كما نلاحظ. كذلك أن هذه الأمور، وعند الحديث على الأمور النفطية والصادرات النفطية، كلير جونغمان على سبيل المثال قبل 3 أيام هي كشفت وهي تتابع التفاصيل للصادرات النفطية الإيرانية وكيف تتحرك بالخفاء، لاحظت بأن هنالك سفينة وناقلة نفطية مهمة اسمها ستارلا، وهي تتحرك بهذا الشكل وهي أصبحت قريبة من برشلونة، وأكدت بأن هنالك 2 مليون برميل نفط في هذه الناقلة النفطية، واستمرت في مراقبتها بالنسبة لهذه الناقلة. عادة الناقلات التي تستخدمها إيران ترفع أعلاما مختلفة، ولكن هذه المرة بالنسبة لستارلا فبحسب المارين ترافيك التي اطلعنا عليها وطلعنا على هذه السفينة من خلالها، لاحظنا بأن ستارلا هي تحمل العلم الإيراني، ليس لديها مشكلة في حمل العلم الإيراني والتحرك كما تريد، بل إن الأسوشيتد بريس أكدت اليوم بأن هذه الناقلة هي وصلت إلى فنزويلا وبدأت تفرغ شحنات النفط التي تمتلكها في فنزويلا 2 مليون برميل نفط، وهذا يوضح الراحة الكبيرة التي تتمتع فيها إيران، وبالتالي هي تمتلك الكثير من القوة، الكثير من النقد والكاش الذي بدأ يصل إليهم، وبالتالي ليس لديهم مشاكل. الأمر هذا طبعا بالتأكيد هو جعل طرفا مهما جدا مثل الطرف الإسرائيلي والأوساط الإسرائيلية أن تتحدث بأن هنالك انتهاء، ويوم أمس تحدثوا عن قضية مهمة جدا بأنهم أنهوا عملية محاكاة لضربة مباشرة إلى المنشآت النووية الإيرانية، أنهوا التدريبات كاملة قبل 2 أسبوع تقريبا، وهذه المحاكاة إذا ما أردنا أن نتعرف عليها، هم تحدثوا عن هذا التدريب الذي أنهوه الآن عن طريق التايمز أوف إسرائيل في الشهر الأخير من العام الماضي، وهذه المحاكاة التي تحدثوا عنها هم قالوا بصريح العبارة بأنهم سيقومون بالتدريب بطائرات، العديد من الطائرات F-16 F-15 بل حتى F-35 هي موجودة، وبالتالي هم يتدربون في المحاكاة، أي بما معنى أن يطيروا على مستوى البحر المتوسط بهذا الاتجاه كما تلاحظون على مسافة 1000 كيلومتر أو أكثر قليلا، يقومون بعمليات الإرضاع الجوي للطائرات، التزود بالوقود، القصف وغيرها من مناورات تجري في منتصف البحر المتوسط، وهي تتناسب تماما مع المسافة المطلوبة لقطعها إلى الداخل الإيراني عبر الأجواء العراقية من أجل ضرب المنشآت النووية. المهم في هذه التدريبات هي ليس فقط التدريبات، لا أبدا، بل إن الأوساط الإسرائيلية ركزت على قضية وكشفتها بأنهم لم يكملوا فقط التدريبات، بل إنه كان هنالك حضورا أمريكيا في هذه التدريبات التي من المفترض أن لا يكونوا موجودين الأمريكيين في هذه التدريبات بحسب ما تحدثت عنه الأوساط الإسرائيلية. ولاحظ ما الذي قالته تايمز أوف إسرائيل يوم أمس حول هذا الموضوع.
حضر التدريبات التي أجريت قبل نحو أسبوعين ضابط في سلاح الجو الأمريكي شارك كمراقب. وأضافت أيضا التدريبات تضمنت سيناريوهات مختلفة بما في ذلك إعادة التزود بالوقود في الجو والضربات بعيدة المدى والرد على الصواريخ المضادة للطائرات. الجروزلون بوست أكدت أهمية قضية الوجود الأمريكي كمراقب في هذه التدريبات والمحاكاة لضربة المنشآت النووية، ووجدت بأن لها أهمية حتى على مستوى المفاوضات النووية، وهذا ما قالته الجروزلون بوست أيضا يوم أمس، أن حقيقة السماح للأمريكيين بالدخول إلى مواقع لا يسمح لهم عادة بالدخول إليها لها أهمية كبيرة، لا سيما أنها تأتي وسط محادثات في فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران. وواضح جدا بأن الإسرائيليين وما يزيد بأنهم يريدون فعلا القيام بشيء في حالة وصول المفاوضات النووية إلى طريق مغلق. واضح جدا من التصريحات التي صدرت من نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذا الشكل في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، أيضا مؤخرا تحدث بأن هنالك رغبة بصنع جدار دفاعي في إسرائيل من أسلحة الليزر يجب أن ينتهي خلال عام واحد، وهذا الجدار هو للتصدي للصواريخ وللطائرات المسيرة التي ممكن أن تستهدفهم. فواضح جدا بأنهم يخلقون العديد من السيناريوهات، ضرب المنشآت النووية هو التصدي من القبة الحديدية من هذا الحائط الليزري الذي يتحدث عنه ضد الصواريخ وضد الطائرات المسيرة. ويجب أن لا تؤخذ طبيعة محاكاة الهجمة على المنشآت النووية كقضية إعلامية أبدا، لأن ما جرى مثلا على سبيل المثال وما كشف من عملية اغتيال قاسم سليماني في مطار بغداد، هذا هو مطار بغداد الذي تشاهدونه، هنالك كثير من التفاصيل التي كشفت عن عملية الاغتيال وخاصة من هذا الرجل رونان بيرغمان. هذا الرجل هو أساسا أحد أهم الكتاب في نيويورك تايمز ويدعوت أحرنوت الإسرائيلية. الرجل كشف تفاصيل مثيرة للغاية عن عملية اغتيال قاسم سليماني، وأكد بأن عملية التدرب على ومحاكاة اغتيال قاسم سليماني أخذت فترة طويلة. هم تدربوا على تحرك قاسم سليماني من طهران إلى دمشق إلى بيروت إلى دمشق، وبعدها العودة إلى بغداد إلى مطار بغداد وخروجه من مطار بغداد وأين يتم استهدافه. وهو أكد أيضا بأن التدريبات تمت على مستوى 6 تدريبات، أي بما معنى بأن كانت هنالك التدريبات على مستوى 6 مرات قاموا بمحاكاة اغتيال قاسم سليماني، أي أنهم اغتالوا قاسم سليماني 6 مرات وهو على قيد الحياة. أي بما معنى وباختصار بأن المرة التي تم اغتيال فيها قاسم سليماني تقريبا في هذه النقطة قبل خروجه من المطار بهذا الاتجاه هي كانت المرة 7 بالنسبة لقاسم سليماني بطائرات الـMQ-9 ريبر التي كانت على مستوى 3 طائرات. كذلك كانت هنالك معلومات نشرتها الياهو نيوز وموقع نتسف نت الإسرائيلي، كشفوا العديد من التفاصيل، أكدوا بأن في يوم اغتيال قاسم سليماني والتطبيق كان هنالك 3 فرق خاصة انتشرت في مطار بغداد في المباني الخالية على مستوى سيارات على الطرقات متباعدة بأبعاد مختلفة بالأمتار 600 متر 500 متر وغيرها للمراقبة، وأيضا على المدارج انتشروا، كانت هنالك قناصة تراقب هذا الموقف، وكذلك أن طائرتين من هذه الطائرات الـMQ-9 ريبر هي التي نفذت والتي كانت تحمل القذائف طبعا الخاصة الحارقة من الصواريخ الحارقة التي استخدمت ضد قاسم سليماني، وبالتالي تم الاغتيال. وعلى هذا الأساس علينا أن لا نستهين أبدا عندما يتم الحديث عن محاكاة لاغتيال أو لضرب المنشآت النووية بكل تأكيد. وما جرى لقاسم سليماني هو مثال بسيط عن طبيعة التدريبات التي يجرونها والدقة التي يبحثون عنها في كل مرة.